اول حاجه اسس الايفورت اوف بريسنج، يعني ريجولار بريسنج ولا لا، ريسبيتوري طبعا بالنسبه جدا، ريسيشن اللي هي الريتراكشنز اللي في الانتركوستالز، بيستخدم اكسسوري ماسلز ولا لا، يعني بيستخدم مثلا انتركوستال ماسلز او سوبرا انترنال ماسلز عشان يزود الايفورت بتاعه لو في ستريس، في ساوند زياده زي مثلا في سترايدر، في ويزنج، في جرانتنج، فدي الحاجات اللي ممكن اعمل بيها اسسمنت في لينج اوف نوستريل، يعني بلاقي النوز هنا الماسلز بتاعتها بتفتح وتقفل نوستريل عشان يزود الاير انتري، بيكاسو بريزنج يعني بشوف هو بيتنفس لكن بسمع الاير بالسماعه الاير ساوند كافي ولا لا، شيست موفمنت بشوفها سيمتريك، لان ممكن لو ناحيه اعلى من ناحيه قد يكون في نيموثوركس او في كولابس العكس، البريست ساوند طبعا بسمعهم واشوف اذا كانوا انف فير اير انتري ولا لا، وطبعا قياس البالس اوكسيمتري، البالس اوكسيمتري ده من الحاجات السيمبل جدا وبتدي فكره كويسه جدا ونون انفيزيف تكنيك، وده طبعا بيخلينا بنعمل اسسمنت سريع، وده من الحاجات المتبعه حاليا في حاجات كتيره جدا، يعني الوقت حاليا اللي بيروح مستشفى بيلاقي ان هو في بيستقبلوه في الطوارئ بره يفرزوا الناس بالاكسجين بالبالس اوكسيمتر، الاو بي اي سي ساتوريشن بتاع الاكسجين في الاير، يعني هو ما بيكونش العيان بياخد اكسجين. الاس بي او 2 ان اير، اس بي اللي هو اوكسجين ساتوريشن، بحط مشبك في صباع وعلى جهاز بسيط، احيانا بيبقى الجهاز بحجم الصباع او احيانا بيبقى مونيتور صغير بيقرا الساتوريشن، يعني ايه ساتوريشن في الاوكسجين؟ يعني كام في الميه من كرات الدم الحمراء ساتوريتد فولي بالاكسجين. ده كان كل كره، انت عارفين كره يعني الجزء بتاع الهيموجلوبين بيشيل 4 ذرات اكسجين، فاذا كان فولي ساتوريتد وكلهم ممكن نوصل 100%. الارقام المقبوله لحد 92% يعتبر المريض ده سليم تماما، ده معنى كلمه الاكسجين ساتوريشن ان اير، معناه انه ما بياخدش اكسجين، فالعيان ده لو ما بياخدش اكسجين بيتنفس الاير العادي والساتوريشن بتاعه كويس، يبقى العيان ده ما فيهوش مشكله. طبعا بيلحق على طول البريسنج هو الاسسمنت اوف سيركيليشن اللي احنا بنشوف اذا كان السيركيليشن دي مظبوطه ولا لا، يعني بنشوف الهارت ريت بالبلس بنقيس البلس، بنشوف البلس فوليوم واحنا حاطين ايدنا على الراديال بلس، بنشوف البريفرال بلسز واصله ولا لا، بنشوف سنترال بلسز في الكاروتيد والفيمورال، بنقيس بلاد بريشر طبعا دي من الحاجات اللي هي في الاساسي، نشوف الكابيلاري ريفيل، الكابيلاري ريفيل ده بيعمل اسسمنت للبريفرال سيركيليشن، لما على بعض ونضغط كده بيحصل بلانشنج يعني بتبيض وبعدين ترجع تاني اللون او يرجع السيركوليشن تاني، فاذا كان السيركوليشن كويسه بترجع خلال ثانيتين لثلاث ثواني، اذا تعدى 5 ثواني يبقى في سلاجش بريفرال سيركوليشن اللي هي على مستوى الكابيلاريز اللي هي دي اخر نقطه بتوصل للتيشوز الاوكسجين، فبالتالي لو وطبعا النيوترينس، فبالتالي لو في سلاجش بريفرال سيركوليشن ده معناه ان احنا عندنا مشكله في السيركوليشن، ده معنى الكابيلاري ريفيل، يعني الكابيلاريز بتريفيل بعدها. السكين كولر والتمبريتشر دي طبعا بتديني فكره عن برضو اذا كان اوكسجينيشن كويس ولا لا، هل في ساينوزس ولا لا. التمبريتشر طبعا بتاعت السكين برضو بتديني فكره عن النقطه دي. ديتابيليتي والكونشس ليفل زي ما قلنا، واخد بوشر ازاي، البيوبلز بتاعته دي، وبعدين اكسبوجر يعني بشوف السكين واقيس حراره المريض اذا كان في راشز ولا لا. الاكشنز اللي انا بعملها اللي هي بتترتب على هذا الموضوع، بعمل كومبليت اسسمنت خلال يعني اقل من دقيقه للحاجات اللي قلنا عليها البريسنج والحاجات دي كلها، بنعالج المشكله حسب وضعها، نفتح الاير واي، ودي حاجه مهمه طبعا بالنسبه لنا ان احنا يبقى الاير واي اوبن، يعني المريض يبقى وضع راسه في وضع متعادل عشان ما يحصلش انه يبقى فيه بلوكج للاير واي، بنعالج البريسنج، نشوف بريسنج والسيركوليشن خلاص عرفنا مشكلتهم ايه، نبتدي نمانج زي ما مكتوب قدامكم في المربع الازرق ده، وبعمل اسسمنت تاني للاي بي سي دي اي كل فتره مثلا 5 دقائق 3 دقائق حسب المشكله نفسها، واهم حاجه زي ما قلنا ما ننساش الجلوكوز او الدكستروز، علشان طبعا دي نقطه مهمه جدا في اول اسسمنت بعمله في اي حاله بقابلها بعمل لها اسسمنت، ده كده بالنسبه لنا بيبقى اسسمنت. وطبعا عاده لما بندي جلوكوز بندي جلوكوز 10% بالنسبه للاطفال 2 مللتر بر كيلو جرام، احنا كل الحاجات دي الاطفال بر كيلو جرام، وبعد كده اديها يعني كيلو بوش كده انترافينس، وبعد كده ادي له علق له بقى
الواي طبعا اوبننج زي ما قلنا بنعرفه ازاي اوبن ولا لا، في صوت العيل بيعيط او بيتكلم يبقى اللاركس كويس والايروي مفتوح، مش مفتوح يبقى مش هيطلع اصوات منه، وبالتالي دي حاجه. وبرضه لما بسمع بالسماعه بتاكد الايروي مفتوح ولا لا. الايروي البريسنج نفسه احنا قلنا طبعا الايفورت بتاعه افيكنسي ولا لا، افكتيف ولا لا، واذا كان في ريسباتو فيلير. يعني ايه ريسباتو فيلير؟ يعني المريض عمل كل الكومبنساتوري ميكانيزم و يعني بيزود الريت، بيعمل انتركوستال ريتراكشن كل حاجه، وبعد كده بيلاقي ان هو دخل ريسباتو فيلير، يعني بيفيل بعد كده المسلز بتاعته لا فتيك، بيخش في ريسباتو فيلير، يعني يبتدي العيان بقى يخش برغم ان هو في تاكبنيا وكل الكلام ده، يخش في ساينوزز، يخش في البلس اوكسيمتري اللي جبنا سيرته، يبتدي الارقام بتاعته تنزل. الايفورت بتاع ريسبيريشن احنا قلنا نشوف الريسبيراتوري ريت كان في تاكبني ولا لا، دي ممكن تبقى من اللنج او الايروي، واحيانا ممكن من ميتابوليك ديزيز زي الريسبيراتوري تاكبني، دي ممكن تبقى نتيجه ميتابوليك اسيدوز، يعني اللي عندهم اسيدوز. واشهر مثال لهم الدايبيتيك كيتو برادبنيا، يعني الريسبيراتوري ريت قليل، وده طبعا مع الفتيك بعد شويه من التاكبني يخش في ستوريت، وده طبعا ممكن يبقى حاجه متاخره. الريسيشن هي البوستال ريتراكشن، طبعا دي بتقل لما الطفل يبتدي يخش في فتيج. الايفورت قلنا عليه اذا كان العيان بيبذل مجهود. الاسترايدور من الاصوات اللي احنا بنسمعه ده لارينجال ساوند، يعني وانس ان انتوا تسمعوه مره هتعرفوا ده ريسبيراتوري، وده لما بحط السماعه بسمع ان هو جاي مع الانسبيريشن. الاصوات اللي بتيجي من الانسبيريشن بتبقى من الابر ايروي عاده، من منطقه اللارينكس وما حولها التراكيه واللارينكس، يعني بسمع مع الاكسبيريشن بتبقى في اللور ايروي اكتر. الويز طبعا هنا زي ما هو مكتوب قدام حضراتكم ان هو اساسا الويز اكسبيراتوري، ده معناه هو لور ايروي اوبستراكشن. وطبعا حجم النويز مش دليل على السيفيريتي، يعني لما بسمع صوت عالي اللارينكس الناس بتتخض جدا 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 من صوت اللارينكس، يجي لك المريض يبقى قلقان جدا جدا، لكن بيبقى الصوت العالي ده مش شرط يكون حاجه خطيره، برغم ان بتقلق المرضى جدا وبيجوا قلقانين جدا جدا، لكن لما بنأسس المريض بنعرف ان حاجه لارينجيال صوته بس. الجرانتنج ده العيان بيعمل نتة، بيعمل صوت كده. الجرانتنج ده العيان بيحاول ان هو يحوش شويه هواء في الايروي، ما يطلعش الهواء كله مع الاكسبيريشن عشان يخلي فيه شويه جاز اكسشينج، وما يحصلش ان هو يعني يلوس كل الاكسبيريشن. فالجرانتنج ده وسيله ان العيان بيحافظ على الايروي جوه، بيقفل الجلوتس، فمع الاكسبيريشن ما بيخرجش الهواء بسرعه، يقعد شويه زياده فبيبقى قافل الجلوتس، بعدين غصب عنه البوش بتاع الاكسبيريشن بيزق الجلوتس لبره فيطلع النتة اللي جرانتي. العيان يعمل لما العيان ينت النتة دي او يعمل الجرانتنج ده معناه انه بيحاول يخلي الجلوتس مقفول فتره اطول اثناء الاكسبيريشن. ده اللي هو الجرانتنج، وده دليل ان العين ده طبعا فيه سيفير ديستريس. جرانتنج احيانا يحصل لو فيه مشكله في البطن، يعني ممكن العين اللي عنده بريتونايتس يبقى فيه جرانتنج نتيجه البين، او فيه انتراكرينيال بروبلم ممكن برضو تبقى نتيجه نفس المشكله. هنا بالنسبه للايفورت بريسنج العين بيستخدم اكسسوار ماسلز، بيحصل هنا بوستر ريتراكشن الحاجات دي. او جاسبرنج العين ده بقى بيكون في الاخر خالص، ما بياخدش ريجولار بريسنج، بياخد انفاس على فترات متباعده، وقلنا الفريرنج بتاع النوسترلز لما بتفتح ده كان في تقطيع في الصوت، فيبقى تبع الانترنت عند حضراتكم. هو قدامي الانترنت عندي كويس، لو بطيء هوقف شويه الكلام، لو عندي انا مشكله في هيبان عندي. يعني اكسبشن طبعا انكريز ايفورت بريسنج مش بيحصل، يعني بلاقي العيان مثلا الجرانتنج والتاكبني دي ما بتحصلش لما العيان بيحصل له فتيج، لما بيكون في سنترال كوز ما بيحصلش عندي الموضوع ده انه يبقى ملوش علاقه بالساوند. نيوروماسكولار ديزيز ده ممكن يبقى عندي الايفورت بريسنج ده مش موجود. طيب الايفكتس اوف بريسنج بسمع الساوند بالسماعه، لو وصل الساوند وسيمتريكال يبقى كده البريسنج افكتيف على الناحيتين، واشوف الشيست اكسبانشن بعينه، دي من العلامات الكويسه ان انا ببص العيان، خصوصا الاطفال ممكن ابص له هوريزونتال، يعني اقف في مستوى الشيست وابص بعيني واشوف الشيست بيترفع ولا لا.
ده بيديني فكره اذا كان البريزنج افكتيف واللنج بتفتح وتقفل ولا لا. بقى طبعا هنا الشيست اكسبانشن لما ابص على حركه الشيست بيديني فكره كويسه قوي عن اذا كان اللنج مليانه هواء كويس ولا لا. او ساعات بيبقى اوفر فنتليشن لو حاط واحد على فنتليتور او بديله وسيله تنفس يدوي. البلس اوكسيمتري زي ما قلنا برضو لما بيقيس الاوكسجين بيبقى يديني فكره كويسه عن الافكتي اوف بريزنج. الريسبيرتوري فيلر بيعمل ايه بقى؟ بيلخبط طبعا الفيزيولوجي. الهارت ريت ممكن يحصل فيه تاكيكارديا لان العيان لما يبقى هيبوكسيك الهارت يحاول يزود الريت عشان يعوض الاكسجينيشن. او لما بيتاخر بقى ويبتدي يحصل فيلير الهارت ريت يبقى سلو. السكين كولر طبعا مع الهيبوكسيا ممكن يبقى فيه بالور لان السكين بتقفل البلاد فيسلز فيه عشان توفر الدم والاكسجينيشن للاماكن الاكثر اهميه. سيانوزس طبعا دي ليت ساين بيبقى العيان ده خلاص حصل فيلير ومفيش اي وسيله تعويضيه تانية. ففي الحاله دي بيبقى يحصل سيانوزس. بعض الاطفال فيهم كونجنتال هارت ديز ممكن يبقوا سيانوتيك على طول. هو اكيد انتوا خدتوها في الكارديولوجي اللي هو ليفت رايت بيبقى سيانوز على طول. المينتال ستيتس طبعا العيان ده بيبقى كونفيوز طبعا واجيتيتد. وطبعا هنا احيانا المريض لما يبقى السيركوليشن ضعيفة البلس اوكسيمتري ما يبقاش فعال او ما يقيسش مظبوط لان البريفيرال سيركوليشن تبقى ضعيف. طيب احنا كده خلصنا الاسسمنت. هنتكلم عن الازمه. والازمه دي كرونيك انفلاماتوري ديس اوردر في الاير واي ويحصل اوبستراكشن لكن ريفرسبل على عكس الناس اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف اير واي او حاجه. الاطفال اللي اقل من سنتين طبعا هو الازمه مش كومون فيهم قوي. وفي نفس الوقت عندهم الادويه اللي هي البيتا 2 اجونست اكيد خدتوها في البطنه وفي الفارما. البيتا 2 اجونست مش بيشتغلوا كويس قوي الحقيقه. فبالتالي يعني طبعا ما بيستجيبوش قوي للبيتا 2 اجونست. لكن طبعا ممكن اشوف يعني لو ما فيش استجابه ممكن يبقى دايجنوز تاني غير الازمه يكون فورين بودي مثلا يكون انفكشن او حاجه زي كده. الازمه السيمتومز بتاعتها بتبقى طبعا في صعوبه تنفس بريسلسنس اهي العنوان اللي عندكم في التايتلز. ويز بسمعه بالسماعه. كاف طبعا دي موجوده في حاجات كتير. كحه بالليل احد العلامات مش دايجنوستيك ولكن بتبقى يعني اكتر عرضه مع الناس اللي عندهم ازمه. وطبعا تايت شيست وبيحس ان صدره قافل عليه. السيمتومز طبعا والساينز بتبقى فاريبل طبعا متفاوته من حد تاني. انترميتنت مش بتيجي على طول بتزيد بالليل وبتزيد بتريجرز معينه بما فيها الاكسرسايز. فممكن يبقى في اكسرسايز زودها او فايرال انديوسد ازمة. الواحد بياخد فايرال انفكشن ممكن يحصل له ازمه. المايلد تو مودريت طبعا ده بيبقى الفايتالز بتاعته كويسه الريسبيرتوري كويس الاوكسجين ساتوريشن بيبقى فوق 92%. الويز مش قوي قوي ممكن يتكلم بالراحه صوته ما يقطعش. طبعا في حته هنا اسمها بيك اكسبيراتوري فلو وهي طبعا مش موجوده قوي في المستشفيات العاديه بتسيبوا عارفينها من باب المذكره لكن هي في واقع الامر بيستخدموها بعض المراكز في الجامعات او مستشفيات الصدر يعني اماكن محدوده اللي بيستخدمها كاسسمنت فانتوا تعرفوها بس للعلم لكن ميبي ما تقابلوهاش لما تنزلوا الشغل الفعلي. العينين اللي عندهم سيفير لايف ثريتنج اتاك ممكن يبقى ديستريس وممكن مابقاش في حاجه تانية. ممكن ما اسمعش ويز لان الاير واي قفل او حصل فيه فازو برونكو بازم لدرجه انه ما فيش اير انتري خالص فممكن انا ما اسمعش الاير انتري في حالات الازمه الشديده. الديفرنشال دياجنوز بتاع الازمه يكون في فورين بودي ساعات يتلخبط مع الازمه نلاقي العيان برضو فيه ويز وديستريز وحاجات بس غالبا فورين بودي بيبقى يونيلاترال يبقى ناحيه واحده بس. ديفرنشال برضو النمونيا ودي طبعا بيبقى معاها ساينس ثانيه زي كريبيتيشن وفيفر وحاجات زي كده. ولو انه ممكن يتلخبطوا لو فايرال انديوست ازمه يبقى فيها فيفر برضو وكف كل العلامات. النمونيا يمكن بيميزها اكتر شويه ان العيان بيبقى تاكيبنيك قوي مسموع كريبيتيشن على الشيست ولو عملت له شيست اكس راي بالدياجنوز النمونيا ولو عملت له سي بي سي او كومبليت بلاد بيكشر يبقى احنا الديفرنشال بتاعنا ان احنا قلنا الفورين بودي وقلنا النمونيا وقلنا نيموثوراكس بقى من ضمن الحاجات وده طبعا له في صعوبه شويه لكن بيميزه ان بيلاقي في هايبر ترانسلوسنسي بيعملوا له ترانس الومينيشن بيحطوا نور قوي في اوضه ضلمه عشان يبان الاير جوه اللانج. كلينيكال يعني الاسبريشن عيان اسبريتد وخصوصا الاطفال الصغيرين اسبريت ميلك
بيبقى فيه هيستوري طبعا، وممكن مع السكشن نطلع ميلك مثلا او بارتكلز. سيستيك فيبروز دي حاجات طبعا انكومون لك موجوده، بميزها بالفاميلي هيستوري واللونج هيستوري والكلام ده. ترانكو برونكوماليجيا ودي انكومون قوي. الريفلكس طبعا في النيونيتس والانفانتس موجود، ممكن يحصل له كاف ريبيتد ويزز. والهايبر فنتليشن لو عيان يعني او حاجه. الاسسمنت بتاع طبعا بيبقى ان انا بسجل الداتا دي، ودايما لما هنخش في الشغل نحاول دايما، او ده هيبقى اوريدي السيستم موجود، ان الناس بتسجل البيانات، تسجل الساينز اوف ستريس، هارت ريت، سباتوري ريت، سما اير انتر ولا لا، بشوف البالس اوكسيمتري، كونشس ليفل، يعني دايما اسجل. الحالات السيفير بعمل لها اكس راي، بس الازمه عاده ما بتحتاج اكس راي للدياجنوزس، هي كلينيكال دياجنوزس اكتر. ما باخدش تحاليل للمريض الأزمة زي ما قلنا دلوقتي، ما فيش داعي ان انا اعمل له اشعه، بلاد جاز مش لازمه، لكن هو يكفي كلينيكال دايجنوزس. بالس اوكسيمتري برضو بيساعدنا شويه. هنا بقى يعني طبعا في الجوريزم، وده يمكن هنشوفه في حالات كتيره. ممكن اعتبر ان في دايجنوز مختلف، لو جاي الازمه مع فيفر هقول ده انفكشن، اسيمتري هقول ده فورين بودي، انسبيرتو سترايدر هقول ده لارنجو ليشي او لارنجيتس اسف، بريسلسنس ويز لايت هيدكس ده ممكن يبقى العيان اريتابل، يعني بيبقى اعراض مش راكبه على بعضها، ديسفيجيا يبقى ده في حاجه مثلا بلع حاجه او فورن بودي، اكسسيف فوميتنج ده بيعمل اسبيريشن، ده طبعا يبقى هوش ازمه، برودكتيف كاف بتبقى العيان بتاع الازمه طبعا ما فيهوش ايه برودكتيف كاف، بيبقى تايت شيست ودراي كاف. لو في حاجه من دول بقول ان هي مش ازمه وادور على مشكله ثانيه سبب ثاني. موجوده يبقى انا كده شكيت فيها، يعني لو مش موجوده حاجه من دول يبقى اقول ده ازمه اكيد. لكن فيفر او واحد عنده سترايدر او كلام ده ما تمشيش مع الازمه، يبتدي اتعامل مع الازمه لو الحاجات دي مش موجوده. في حاجات هنا بنستخدمها حاليا عشان الناس تتعامل في الاسسمنت مع الكونديشنز المختلفه، الا وهي اضواء الالوان المختلفه عشان اعمل اسسمنت للسيفيريتي، تمام، اللي هي بيقول عليها الوان اشارات المرور، الاخضر والاصفر والاحمر. الاصفر الاخضر اللي هو العيان ده سيف، يعني الحاجات اللي قلنا عليها كلها ريسبيراتوري ريت وما فيش ايفورت زياده والرت وما فيهوش ساتوريشن بتاع الاكسجين قليل، ويعني كل الحاجات بتاعته ستيبل، يبقى العيان ده امان وممكن يروح بيته عادي وتعاملات بعلاجات عاديه. زي ما قلنا دلوقتي هارت ريت وسباتو ريت والكلام ده كله كويس، خلاص يبقى ده في السيف، وبعتبر اوبزرفيشن عاديه وبديله بيتا 2 اجونست. بيتا 2 اجونست اللي هي انهاليشن او سبيسر اللي هو بيبقى زي غرفه بلاستيك كده بتتركب على جهاز النيبولايزر، ياخد بختين و دي بتبقى كافيه بالنسبه للعيان طالما ستيبل. ممكن ازود عدد البافس لو العيان في لسه ما فيش ريسبوند، جايز اديله بريدنيزولون، ممكن تعرفوا الجرعات طبعا العيان ده اللي هو في الجريد المايل، ولو في ريسبونس كويس بيفضل في المنطقه الخضراء ويعمل فولو اب بعد كده. لو العيان ما فيش ريسبونس ببتدي ان انا اخش على منطقه اللي هي بعد كده، اللي هي المنطقه بتاعت ان انا ممكن احوله على المنطقه اللي فيها اليلو. طب المنطقه اليلو او كاتبين الامبر اللي هو لون الكهرمان، يعني هو لون اليلو ده المنطقه الوسطى اللي هو العيان محتاج ملاحظه اكتر، يعني مش هديله بختين او حاجه، لا انا بديله بس يقعد بقى معايا بعد كده. فالمنطقه اليلو او الامبر دي منطقه الوسطى اللي هو الساتوريشن متوسط، اللي هو ما بيقدرش قوي ان هو يتكلم بشكل واضح، بيقطع في الصوت شويه، الهارت ريت عالي شويه، الريسبيرتوري ريت عالي شويه. دول العينين دول اللي هم نعتبرهم في منطقه الصفراء، وده ممكن ياخد اكسجين. اولاني كان بياخد بخات بس، وجايز ياخد برينزولون ولا لا. الثاني اللي في منطقه الصفراء اللي هي الارقام في النص ممكن ياخد في الحاله دي اكسجين، وابتدي ادي البافس اللي احنا بنقول عليها من البيتا 2 اجونست زي ما قلنا، وبياخد برينزولون في المنطقه الصفراء دي برضو، وطبعا بعد كده بأوبزيرف ممكن احوله على مكان تاني او مستشفى.
الأعيان بقى الساتوريشن أقل من 92%، العمر كبير شوية، الشيست مش سامع عليه حاجة من كتر ما الشيست قفل، في ساينوزس، في بور إيفورت، في أريزما أو حاجة، ده العيان ده لازم بحوله مستشفى على طول، لأن ده هيتحط على أوكسجين وجايز يخش أي سي والكلام. بيروح بياخد معاه العلاج اللي هو بياخده اللي هو بيبقى غالبا بروتكتيف.